المشكل اللي عندنا اليوم هو الاجال باش كناخذوا الرخص ديال البناء. الاجال ما كتحترمش الاجال اللي كاينه في ضابط البناء في الريغلومون جينيرال دو لا كونستركسيون. الاجال القانونيه هي شهرين، فاذا بنا كنشوفوا بان واحد العدد ديال الملفات كيدوزوا في واحد الوقت اللي كيفوت 3 شهور، كيوصل حتى 6 شهور احيانا. كذلك الطريقه باش كيتم لانستركسيون ديال الملفات ديالنا ما كتكونش بطريقه اللي فيها الشفافيه، لان واحد العدد ديال الملفات كيقدروا ياخذوا الرخصه ديالهم في يومين ولا ثلاث ايام، بخلاف ان ملفات اخرين كيقدروا يبقاو حتى 6 شهور. فاذا هذه المسائل غير مقبوله نهائيا. بالنسبه للعولمه لا ديماتيرياليزاسيون، هذا شيء اللي هو جاب واحد القيمه مضافه عندنا، ولكن خاص جميع الادارات تواكب هذا الرقمنه. ملي كنشوفوا دابا بانه باقي بعض الجهات اللي كتطلب لي دوكيومون فيزيك، هذه مساله اللي هي ما اولا ماشي قانونيه وما مقبولاش. خصنا الا غتكون الرقمنه خصها تكون 100%، ما خصناش جهه دير الرقمنه وجهه تبقى تطلب الوثائق اللي هي فيزيك. دونك هذه مساله اللي غير مقبوله، لانه كتعطل السير ديال الترخيص ديال واحد العدد ديال الامور. الصعيد ديالنا حنا كنتمناو ان من بعد هذه الندوه الصحفيه ومن بعد الخبر اللي جانا بانه هذه السيده غادي ما غاديش تبقى في دار الخدمات، كنتمناو ان الامور تحسن. الى ما تحسناتش حنا التصعيد ديالنا هو اننا غادي نديروا وقفه احتجاجيه، الى اضطرنا اننا نوقفوا على العمل راه غادي نحبسوا لي زوتوريزاسيون دو كونستروير ونحبسوا نديروا واحد الاعلان باش اننا كنحبسوا الخدمه ويشوفوا مع من يديروا المشاريع. قبل من الولايه ديال الربيلي ما كانوا عندنا مشاكل، ولكن ماشي بهذه الحده. المشاكل اللي جات في هذه الولايه ديال الربيلي مشاكل كبيره بزاف اللي عمرنا ما شفناها في السابق. فاذا حنا اللي كنقولوا هو انه اليوم حنا مقبلين على واحد العدد ديال المسائل اللي هي مهمه في كاس العالم ومسائل اخرى. من المفروض ان مدينة الدار البيضاء وفي شخص الرئيسة ديالها تحلينا البيبان، ويكون الحوار معنا ويكون استشارة معنا، ويكون قسم التعمير ديال الدار البيضاء هو اللي كيعطي المثال للمدن الأخرى، ماشي العكس.